السلام عليكم اخوتي، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله بصحه جيده وفرجه ممتعه. هاد النهار بغيت نشارك معكم واحد المحل في حومه الشوك. جايب داكشي البالي، ولكن داكشي البالي جديد زعما غزال. داكشي هانتوما اخوتي، داكشي مزيون. انتم اخوتي تاخذوا فكره. المهم ها كاين داكشي بزاف، نشارك معكم شويه. والمهم نتوما اللي بغى شي حاجه ديك الساعه يجي، راه في حومه الشوك. انا عندنا نوريكم فين جاي. كاين عاود لي حتى يمشي لكاسا براطا فيها البالي، ولكن هذه عاود حومه الشوك ما حال هكا داير جايب فيه هذا الشيء. نتوما اخوتي المهم تنشارك معكم شويه هاد الجاكيطه هادي بشحال؟ هادي وهاد الشيء اللي هنايا في هنايا بشحال دايرين له الثمن؟ 60 درهم. 60 درهم. والمهم هاد الشباكي كاملين بحال 60 درهم ولا كل حاجه؟ ها بحال كل شيء 60 درهم. هانتوما خوتي، المهم هاد الشيء اللي هنا في الشباكي راه كلشي 60 درهم. المهم داكشي مخلط، ما كل واحد تاي تلقي هاديك. نشوف كسيوة. المهم 60 درهم، اي حاجة كاينة، اي حاجة اللي بغى شي حاجة هنا داكشي مخلط. شوفي هانتوما خوتي داكشي مخلط تلقي. هانتوما على حساب كل واحد والطوق ديالو. هادي كسيوة عاود الخيط هانتوما اللي ديدات هكا هي. المهم 60 درهم كل شيء هنا 60 درهم تلقي هادي. وإلا جيتو للمحل وتفاهمتو مع مول المحل راه غادي نقص لكم شي شوية. هانتوما خوتي المهم غنحاول نوريكم شوية، ولكن راه داك الشيء بزاف ما نقدش نوريكم كل شيء. راكم عارفين ديك الساعة اللي بغى شي حاجة يجي. المهم أنا غنشارك معكم زوينة هادي. ثم خوتي المهم هاد الشيء اللي هنا في الشباكي في هاد هادو راه ثمنها نتوما راكم عرفتوه. هنا السراول هانتوما، هنا الجينات السراول هنا. هانتوما خوتي المهم اثمنه هذا الشيء اللي هنايا هاني قلت لكم الثمن. وهذا الشيء هذا راه السيد مشغول تحت مع الناس ديالو، ما عندوش كيدير يقول ليه الثمن. المهم اللي عجبو شي حاجه وبغى يجي مرحبا، ديك الساعه دي يقول لكم الثمن اي حاجه. راكم عارفين تيكون هذا الشيء بزاف راه ما يمكنش عادي يتبعك يقول كل شيء، تيكونوا مشغولين. المهم اللي عجباتو شي حاجه انا غنشارك معكم اخوتي هذا الشيء.
واللي عجباتو شي حاجه ديك الساعه يجي. مرحبا، راه في الحومات الشوك، والنمره راني غنشوف الا عطاني النمره نحط لكم النمره. بودي 80 هادو اخوتي، هادو قوامج قال لكم راه كاين اللي 50 درهم كاين اللي قل كثر، المهم قال لكم ما يقدش يقول الاثمنه كامله. المهم هانتوما اخوتي سمحوا لي، واللي بغا وعجباتو شي حاجه يجي راه يتفاهم معاه دير معاه الثمن، ما يمكنليش نقول لكم كامل الثمن، قال لك ما يمكنلوش راكم عارفين. ما تيكونش مول المحل اللي مكلف ما يمكنلوش يقول اثمنه كامله. الساعة اللي عجباتو شي حاجه يجي انتم اخوتي. المهم راه كاين حويجات مزيونين مقيقين، تنحاول هانتوما خوتي راه محل كبير وفيه هانتوما تصبابات سبرتيلات داكشي مخلط راكم عارفين، داكشي البالي راكم عارفين. هانتوما هو راه جاي في الفوق، هانتوما هالطروش راه عندو محل تحت فيه تا هو الحوايج، ولكن طلعوا للفوق فيه الاختيار بزاف. اللي بغى يجي اخوتي مرحبا بكم، راه حومات الشوك، والا بغى يعطيني النمره راني نحط لكم النمره. واللي بغى يجي مرحبا به، راه عنده حويجات ما شاء الله، داكشي زوين وخا بالي، داكشي مزيون وكاين اللي نقي كاين اللي جديد. انتم اخوتي راه حويجات مزيونين، هانتوما كاين اللي مازال جديد بلاكتو، هانتوما كسيوة مزيونة. هانتوما خوتي راه محل ما شاء الله، عندو السراول هانتوما راه كاين لي مازال بلاكتو. جينات هانتوما خوتي هو المحل، هانتوما ما شاء الله الحمد لله الشمس مزيان، هانتوما ديال الدراري الساعة
صافا مازالين بلاكتهم. شحال قال لك هذا الثمن؟ مازال ما سولتي. اخر صحه. هذا المحل اللي عنده لتحت انتم اخوتي، هذا المحل اللي عنده لتحت. انتم راه عنده ديك الشنقيق عنده مزيون. عندو ديك الشيء زعما مزيون. حويزات مزيان. انتم اخوتي عاود هادو البنيتات الصغار، انتم هادشي البنيتات، هادشي صغيور جويبات. هما خوتي راه كاين موجود شي عنده بزاف تبارك الله. هما خوتي راه ما يمكنش نقول هادشي كامل الثمن ديالو. هانتوما فين جاي؟ راه جاي في الفوقي. هانتوما خوتي راه حوا هاد الشوك. هانتوما هانتوما الكسيوة تعاود الشوميج ديال الدراري القوامج. هانتوما قوامج الوليدات. هانتوما خوتي راه ماركة قوامج، ماركة زوينين، ماركة مزيونة. ما يكونش الثمن ديالهم بزاف ولكن ما تتعرفش. هانتوما كلهم زوينين ماركة. يلا خوتي السلام عليكم، خليتكم على خير. الى عجبكم هذا المحل، دابا راه ما لقيتش مول المحل، لقيت اللي مكلف ما بغاش يعطيني النمره، قالك ما يمكنلوش يكون مول المحل. وفتره اخرى ان شاء الله الى عجبكم المحل وقلتوا لي نجي نصور لكم، نجي نلقى مول المحل ديك الساعه نشد النمره ديالو ونحطها لكم. المهم هو راه جاي في حومه الشوك. هانتوما خوتي راه فين جاي، اللي تيعرف هاد الجهة راه غادي يعرفها. هانتوما هانتوما راه السوق، سوق القرب راه قبالتكم، سوق القرب تطلعوا معاه هاد الدرب هنايا. المهم نتمنى تعرفوه. هانتوما خوتي المحل فين جاي، راه جاي بحال قيصرية، جاي بالفوقي. هانتوما الفوقي عيبانو لكم فيه الحوايج، هو هو لتحت حداه مول الماعن، تطلعوا على سوق القرب طول تتلقاو، عتبان لكم الحوايج في الفوقي هكا بالزاز، عتعرفوا المحل هو لتحت فيه البالي، راه معروف بالبالي ماشي بالجديد. هانتوما خوتي إلا عرفتوه نتمنى الله تعرفوه، إلا ما عرفتوش إن شاء الله خطرة أخرى نرجع نصور لقى مول المحل ونشد النمرة ونحطها لكم إن شاء الله. يلا خوتي الفيديو مقبل إن شاء الله.